بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختصرت موضوعي هذا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنه يتكلم عن ثلاثة مواضع: عن ولادته صلى الله عليه وسلم، وعن رضاعته، وعن نشأته. فسوف أقرأ عليكم هذا الموضوع مع ترجمته باللغة الأمازيغية. إذن الموضوع دينو هاتي هسلة المواضيع. لولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أولول من غلول الرضا عدون ستليك سنجين من نودة جانت دما جانت دما نغدينكر دما تيسنكر. أولا نذكر ولادته. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. إلى الخاصة ظليل ربي فلاس أسلنين سين بنراو غربي عزبور وسكواز الفيل. وكان سكواز ما خفز من سكواز الفيل أسكواز سكواز هذا غير شكرا براها الجيزنز يوين ديال الفيل مقارن رانا دخلون لبيت ربي. أتوا بفيل ضخم يريدون هاد من الكعبة. أشكين داريا وسيف خدام الكعبة قرب نص الكعبة إيكناس ناكل في لي ديوين وسولي راه داشني فتو. يخترو نص غيني زغدو شكان راشني فتو. يخترا رو نص جيت الكعبة إيكناس نورا يفتو أرد تعدام أرد حريق نورا داشني فتو. يعد بتنسي دا ربي يصرف تشيت سنكراني قضاض أرد فلاس نطل واحد كراني زران كراني زران مزين كيقطع قضيض أري التاسي كراني زران سين غي دار منز يان غي ميز أرد فلاس نطل واحد شت القدرة نربي يان فديد رغار يان مزر مزين أرد تشات الجين وغيونز يفوز زكيز. وكان غنى في الزوج ربي تبارك وتعالى سورة الفيل أستيقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان عصف هذا المأكول ما تيقال أليم اللي زغشنت البهائم عز الله هذا المقام في الدور سولرين إيرك نربي يشكر جيسن زون دائما اللي زغشنت البهائم في الند. وشتي المواضيع إيقات رضاعته تلي سنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه هي ثويبة مولاة أبي لهب. تلي زقور السنقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناي الناس تقال في ثويبة تسمك تنا أبي لهب نغت تاخد دمز تسنات تقال حليمة السعدية. القصة سيا مشهورة اللي خدات مكالا حسمة دي التاوي تاوي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكالاس غالي لا سكة على أسرع الواقع على سجران ثلاثة الناس مهم رعارة خصم الموضوع. وشكرا المواضيع إيقات نشأته من يغدينك رسول الله صلى الله عليه وسلم دمتي دي سنكر. وليد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إيمان إلو مرقصة صغير ربي فلاس إيقاي أشكو يموت باباس يلا داس صدي سيرن غودي سي الناس تموت الناس اللي غداس صدي سي سكاز تفلتي الغموس نجديس عبد المطلب.
يرباش دي سيردي سيتمون سينا سيفتا ينغي الجور لاصحابا أرتي شكاور دامان أرش نتيني دعوا ابني هذا والله إن له شأنا عظيما أرش نتيني إياد غير الجد أني لا تنسي الشأن إيقان عظيم يموت ديس اللي غداس يموت ديس اللي غداس 8 سنين يفلتين غفوزنا عميس أبو طالب يربط عميس أين يغدرس لا أين يغدرس لا سين مروش بس يمون ديس ستيزارة شام شام أشكون عرب أبو دان أبا هاتدون ستيزارة شام هاتدون تيلا دوار غوز بس اللي يغدرس لا اللي يغدرس لا سين مروش بس يمون ديس عميس يمون ديس عرفتون أين يغلكم البصرة أين يغلكم البصرة تجد يتمازير تخشان يتدوار تمزيل وكان تدوار تد إلا جيسان الرهيب عرف ببحيرة أو بحيرة سن درستينين بحيرة وكان تا بغرال كتوبة يقدم يسن يسرى الدشكي النبي يسرى الخاتم النبي من الرسول اللي غادي تجني تبقى ستكمل سكان تكمل ساعة شوية أرني تمنازرين أدي تمنا فروخان إزران يسلي على من اللي يزقون إزران تمون ديس بدأت تمدلو تمصين تسن ثلاثة فوق تكراسة تكلو إغراس نستكمل اللي غشان تنسون إغر جيو فروخ اللي تعميس الناس يوزني ذلك أو فروخان الناس عميس أبو طالب إيوي الناس هوي الناس غواد غيلا إخصا غيلا دايقي يجي غواد إخصا الدرس اللي بباس ولا مز اللي غاسني يبقى يبقى رادنس لفن نجيس إضغطسي لربي سخات من هو الناس هاتي غواد عمال رايق عمال رايق هاتي رايق خاتم النبي والرسول رانس مكة رانس البلد نس أني اختصران الكفار يغيس دران العالمتات هاتي رات نغير إسفلتي ساميس إيرات مكة إيكاوريس أن يغدرس لها 20 سنة أن يشكر التجارة سلمان الخديجة أن يغدرس لها 25 سنة إتاها الخديجة يقدر ونشكاد الناس السعدات إذا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأجدادنا ولأقربائنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم أعن من أعانه على خير اللهم اجعل البركة في عمره وفي آليته وفي وليعته وفي شعبه وفي شعبه وفي مملكته يا أرحم الراحمين رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.